يقول: نحن في بعض الأحيان نسب أو نلعن بعض المشركين أو الكفار، أو نتكلم عليهم بتشبيههم بالحيوانات، وهم أصحاب شرك والعياذ بالله، ويدعون من دون الله، وبعضهم أصحاب شعوذة أيضا، ومنهم الحي ومنهم الميت، وبعضهم يؤم المسلمين في المساجد وخطباء على المنابر، فهل يجوز لنا هذا أم لا؟ أما بالنسبة لعن الكافر والمشرك و الفاسق بفعل كبيرة من الكبائر، اللعن على وجه العموم لا بأس به، أن يقال لعن الله، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الفاسقين، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، يعني لا يخص أحدا بعينه. نعم، لعن أصحاب الجرائم على وجه العموم، الجرائم الشركية والكفرية والكبائر على وجه العموم هذا لا بأس به. أما لعن المعين، الشخص المعين، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يجوز لعن المعين، لأنك لا تدري ماذا ختم له به. نعم.